عملنا لكم النهاردة كباب الفراخ مع رز البسمتي، وصفة أكتر من رائعة، طعم فوق الخيال. شايفين الرز مفلفل واحدة بوحدتها ازاي تحفة، والكفتة بصوا روعة. شايفين الكفتة بصوا فظيعة، يعني ما شاء الله. كيلو الفراخ البانيه بصوا تعملوا عليه عزومة، يعني كيلو الفراخ يعني في الوصفة دي يعمل عزومة، والطعم مش قادرة أقول لكم أكتر من رائع. بصوا طعمها أحلى من كفتة اللحمة 100 مرة، يعني بصوا أحلى من الطرب كمان. بصوا أول خطوة معانا في كباب الفراخ أو كفتة الفراخ، نجيب فلاية رومي حمراء كبيرة وناخدها لوحدها ضربة كده الأول. وبصوا مش عايزاها قوامها يبقى ناعم قوي، يعني بضربها بس برضو بيبقى فيها خشونة شوية. خلاص بعد ما ضربت الفلفلاية الحمراء ما خليتهاش ناعمة قوي، يعني خليت لحد ما فيها خشونة كده شوية. وبعدين في نفس الكيتشن مطرح الفلفل بنزل ببصلتين وسط واضربهم برضو. خلاص كده البصل اتضرب معايا، انزل عليه بقى الكيلو من صدور الفراخ، وممكن ما انزلش بيه مره واحده، يعني ممكن اضربه على مرتين. بصوا انا خدت الفراخ ضربه مع البصل بس لسه طبعا هكمل تاني، انزل عليها بقى دلوقتي بفص ثوم كبير، التوابل بتاعتها معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بهارات، معلقه كبيره ملح، نص معلقه قرفه، نص معلقه فلفل اسود، ونضيف عليها كمان نص كوبايه ليا مبشوره، ونضربهم بقى كلهم مع بعض. بصوا في الاخر خالص بقى بضيف عليها كوبايه بقدونس مفروم في الاخر خالص، يا دوبك تكه بس كده تختلط معاهم، بس مش عايزاه ينعم اكتر من كده. بحط كوبايه البقدونس يا دوبك اخر لفه بس مع الفراخ. اضيفهم بقى كده في البوله، واضيف عليهم الفلفل الاحمر، واضيف عليهم كمان البقسماط الناعم، واخد الخليط ده بقى واخلطه كويس بايدي. ومهم قوي خطوه العجن دي تكون بايدينا. عجنتها كويس قوي كده بايدي، شايفين ما شاء الله عجينة الكفتة ولونها وهي لسه ما استوتش روعة. خطوة مهمة قوي برضو لما تيجوا تعملوا الكفتة دي، الفراخ تكون ساقعة، لان الفراخ لو ما كانتش ساقعة مع المكونات دي كلها فيها سوائل ممكن تلاقوا الكفتة بتلزق. يعني بصوا دلوقتي انا بشكلها اهو، شايفين بصوا بتتشكل من غير ما تلزق. فلما تيجوا تعملوها تكون الفراخ ساقعه طالعه من التلاجة او من الفريزر، بس مش مجمده، يعني ساقعه بس مش مجمده. ولو فرد ولقيتوها بتلزق معاكم، يعني هي دلوقتي ما بتلزقش ولا حاجه، اهي طبق فيه شويه زيت او ميه وزيت تحطوا في ايديكم كده وتصبعوها، تتصبع عادي خالص مفيش اي مشكله. احنا كده كده لسه هنريحها في الفريزر نص ساعه. خلاص كده الكفته ريحتها معايا نص ساعه في الفريزر، اخدها بقى دلوقتي واشكلها. بصوا انا بحب اشكل الكفته على المسن بتاع اللحمه، لان يعني بيخليها كده مفرغه من جوه وهشه. لو ما عندكوش مسن ممكن اسياخ الشيش طاووق تجيبوا 4 5 مثلا جنب بعض كده وتسيخوا جواهم، او ايد معلقه خشب تكون مدوره كده. بصوا شايفين، شايفين ما شاء الله الكفته مش ملزقه ولا اي، ولا حطيت لها ميه ولا زيت ولا اي حاجه، يا دوبك بس ريحنا. اهم خطوه بس الفراخ قبل ما نضربها تكون معايا ساقعه شويه. بحاول اسوي شكلها كده واظبطها من كل الجهات. جبنا هنا الجريل وسخناها شوية على النار، وانزل فيها بحوالي معلقة كبيرة سمنة. ننزل بقى كده بالكفتة على نار وسط، يعني الجريل اللي كانت على نار عالية وكانت سخنة، اول ما ابتديت اضيف الحاجة وطيت النار خليتها وسط. ما بتاخدش وقت خالص على النار لان دي فراخ ومفرومه كمان. ممكن اضيف لها رشه ميه بسيطه خالص كده اقل من ربع كوبايه، واغطي اسيبها تاخد شويه بخار برضو كده. الريحه مش قادره اقول لكم، يعني لو قلنا عليها كفته نبقى بنظلمها، يعني اقل حاجه كده نقول عليها طرب. تحفه، وريحه الليه مع ريحه الشوي فظيعه والله، فعلا كانها كباب او طرب. بصوا اول خطوه معايا في الرز البسمتي، جبت حله وسخنتها على النار وانزل فيها بمعلقه كبيره سمنه، وبعدين انزل عليهم ببصلايه صغيره مضروبه ناعم، بصلايه صغيره بس مش كبيره، مش كبيره لان الكميه اللي انا عاملاها هنا كوبايه ونص بس بسمتي، انا مش عايزاه ياخد لون ولا حاجه، انا عايزاه بس يا دوبك بس كده تقلبتين، واضيف عليه برضو القرنفل، وحدتين قرنفل بس مش عايزاه ياخد لون خالص عشان ما يغيرلوش لون الرز. وانزل عليه بكوبايه ونص بسمتي مغسول ومتصفي حلو، مغسول بس مش منقوع،
واحسن رز بسمتي تجيبوه اللي هو الهندي اللي لونه اصفر ده، اللي هو الحبايه بتاعته بتبقى طويله، يعني ما تجيبوش اللي هو حبايته قصيره، او اللي هو اللي لونه ابيض ده ما بيبقاش حلو خالص. اقلب برضو الرز، اخد تشويحه كده عشان يطلع مسلسل معايا. انزل بقى دلوقتي بالتوابل، ملح وكركم او كاري وفلفل وقرفه. انزل بقى على طول عليه بالميه المغليه. بصوا الرز ابتدى يتشرب خالص معايا في المرحله دي، بقى بغطي عليه خالص شمعه. خلاص كده الرز خلص معانا، شايفين بصوا مفلفل وتحفه. عايزه اقول لكم على حاجه، انا حطيت هنا للكوبايه ونص رز دول 3 كوبايات ميه مغليه، بس مش كل رز بسمتي بياخد ضعف ميه، يعني انا حطيت هنا الضعف ميه، يعني على الكوبايه ونص بسمتي حطيت 3 كوبايات ميه، لان ده رز هندي بسمتي هندي الحبايه الكبيره. يعني بصوا الحبايه كانت كبيره وهي نيه، ولما استوت برده كبرت كمان. في بعض انواع الرز البسمتي كده ما بتبقاش الرزايه كبيره قوي، ده ما بياخدش ضعف ميه. شايفين الكفتة؟ يعني دي لو قلنا عليها كفتة نبقى بنظلمها. وما شاء الله كيلو البانيه عمل معانا بصوا وليمة. والله العظيم الكفتة بصوا عسل. خلاص كده كباب الفراخ او كفتة الفراخ خلصت معانا، شايفين شكلها تحفة، طعمها احلى من شكلها 100 مرة. ما شاء الله الكيلو عمل معايا كمية مهولة، طلع تقريبا حوالي 33 كفتية قدمناها بصوا بشكلين، شكل كده مع الرز البسمتي وشكل كده على فرشة بقدونس.